كنتوا واخدين كتير بتقول كنتوا واخدين كتير اللي هو ايه؟
ايوه كويس كويس عايز وكوت باكس هي كانت واخده كتير من كوت باكس كويس ده اصلا ساعات كانت بتبقى نايمه خالص وانا حاول اصحيها ما فيش انا كنت فاكر ان هي كده كويس طب اميره واميره دي اللي هي اخر واحده ايوه دي اصلا قصتها قصه يعني هي بتحب حاجات عنف قوي وكانت بتيجي حتى في صوت وصوره ورئيس النيابه مصطفى بيه كان قاعد معايا وشاف قتلتها ولا ما قتلتهاش يا لا برضه لا انا مش قصدي انا مش قصدي يعني مش بتسرقني ومش بتسرقني والكلام ده كله زعلان منها والكلام ده كله كل الكلام ده حضرتك وانا انا في الـ لما كان بيتكلموا معايا مع رئيس النيابه لما حصل الكلام ما بيننا ورايح جاي التحقيق لما في التحقيق انا كل ما يسالني سؤال انا مش فاهمه فيشرحوا لي اقول له آه لا حصل واحد اتنين تلاته البنت ديت سرقتني قبل كده البنت ديت مش كويسه انا ما كنتش عايزها هي كانت بتكلمني عشان تجيني وانا كنت برفض يقول لي لا انت قصدك انت عايز تجيبها عشان تقتلها اقول له لا انا مش عايز اقتل اي حد يقول لي لا انا مش مصدقها طب روح امشي خدوه شويه لحد ما يفكر كويس وتجيبه تاني وبروح بيحصل لي بتضرب وبرضه بيهددوني ان انت هتموت عندنا احنا مش فارقه معانا يا كريم يا سيادتك كلمتك انا بس مهتم الواقعه دي ايوه انت تيقنت ان هي ماتت ولا لا؟ نعم تيقنت يعني عرفت ان هي ماتت ولا لا؟ ده بعد برضه بعد ما هي ماتت انا خدت بالي ان برضه تنبأت في الاخر ان هي ماتت بس هي طيب مارست معاها بعد ما ماتت يا كريم مارست معاها بعد ما ماتت وهي قبل انا ما كنتش واخد بالي لا بعد ما تنبهت ان هي ماتت بعد ما انا خدت بالي اصلا ان هي ما في عشان كانت بتطلع صوت كانت بتطلع اصوات وانا بحس ان هي بتتحرك انا برضه قال يعني هي اوفر دوز اغمى عليها مش معايا بس مش ميتة حتى هي كانت فيديوهات هي كانت خلاص تقول لي عايزه العمر وعايزه تشيك وعايزه احط الامر ده حاجه نيابة عن مكتبتين سليم محمد سليم عبد المجيد نصر أنه في 15/11/2023 8/4/2024 15/5/2024 لدائرة قسم شرطة القسطنطينية محافظة القاهرة أولا قتل المجني عليها المدعوة نورة مجهولة الهوية عمدا مع سطو الإصرار فانعقد العزم وبيت النية على إظهار روح من يتمكن من انتقائهن من النساء لما اختبر في عقله من رغبة جنسية شاذة في معاشرة جثثهن وما أن وجد فيها مبتغاء حتى أنفذ مخططه واستقطبها لمسكنه وقدم لها عقارا مهدئا كوينتا بيكس لإعدام مقاومتها وما أن بدأ في إحداث أثره بارتها بتطويق عنقها برابط ملابس كان قد أعده سلفا جاذبا طرفيه إلى أن تيقنت من إظهار روحها وبلغ مقصوده على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية المرفق من التحقيقات وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين هي أنه في ذات الزمان والمكان آنف الذكر قدم إلى المجني عليها سالفة الذكر للتعاطي بغير مقابل جوهرا مخدرا مثنفتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا مثنفتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا ثانيا قتل المجني عليها رحمة أحمد صابر محمد عبد الله عمدا مع سبق الإصرار فانعقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها عقب أن آواها بمسكنه لمعاشرتها جنسيا فتجدد لديه اشتهاء تكرار ذات رغبته جنسيا